وندد الجميع بالظروف المهنية الصعبة التي أصبحت تسود إدارة الطاقة والمناجم منذ تنصيب مديرها الولائي بالنيابة، مؤكدين أنهم سيواصلون إضرابهم المفتوح إلى غاية تحقيق مطالبهم التي تمثلت في رحيله وإفاد لجنة وزارية للتحقيق على خلفية عدم استجابة الإدارة للمطالب المهنية التي كانوا قد رفعوها منذ شهرين. دخلنا في إضراب مفتوح منذ 3 أيام، هذا اليوم الثالث، وذلك نظرا لعدم استجابة السيد المدير إلى المطالب التي طالبها بها المضربون. 4 مطالب معروفة تفاوضنا عليها كثيرا، لكن للأسف الشديد لم نجد إجابة ولم نجب، ونحن مضربون إلى غاية الاستجابة. وهنا ويطلب المضربون إذا ما طالت فيجب عليه أن يرحل، الرحيل هو الحل الوحيد لهذا. ولقد حاورنا السيد المدير الطاقة والمناجم أكثر من 8 مرات ولكن لم يستجب إلينا، ولذلك نطلب الرحيل لهذا المدير. فيها الحقوق تاعها كاع مهضومة بزاف ومهمشة، ما عندناش الحق في الفورماسيون، ما عندناش الحق في ليميسيون، ما عندناش الحق في أبسط الأشياء، أدنى الأشياء. راه هنا التالية فينا راه عندها 20 سنة، راه عندنا في 20 سنة اللي ماهيش خادمة هنا في هاد لا ديريكسيون، وما كانش بوست، ما طلعوش، قاعدين في بلايصنا حنايا. جا هاد المدير ما كان جاب لنا وقال لنا ما على باليش بكم، ووصفنا بالأذرع المكسرة، وهذا رانا نطالبوا بإعذار. وثاني باش يطلب ويجيب لنا المطالب تاعنا، رانا باقيين حقنا هنايا، أنا طالبين حقنا يجينا، هذا ما نطالبين. وارحل خاتمة معاش الخدمة، ما كانش ضغط منه جموش نخدمه معاه. هذا وقد حاولنا الاتصال بالمدير الولائي بالنيابة لمعرفة رده في الموضوع، إلا أنه تعذر علينا إيجاده داخل مكتبه.